خلينا بقى النهارده في ترند او في الحدث الاهم على مدار اليوم كله. الحقيقه كان بيج رامي او رامي السباعي البطل المصري اللي قدر ان هو يحصد لقب مستر اولمبيا. ومستر اولمبيا اللي ما يعرفهاش بالمناسبه واحده من اشهر واكبر ان لم تكن اشهر واكبر بالفعل مسابقه لكمال الاجسام على وجه الكره الارضيه، مسابقه اللي اتلعبت في اورلاندو واللي قدر رامي او بيج رامي انه يحسمها لصالحه ويكون اول بالمناسبه. فوز رامي باللقب السنه دي يا ساره يعتبر هو اول مصري وافريقي يفوز بهذه البطوله وثاني عربي بالظبط كده. كان يمكن 2017 او 18 مش متذكر كان وصل فيها للمركز الثاني، كان بيشارك برضه في مستر اولمبيا لكنه جه في المركز الثاني بعد فيل هيث وهو واحد من اساطير اللعبه اللي فاز بالبطوله اعتقد 7 مرات. وده بيرجعنا الحقيقه لواحد من